السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، موضوع جديد. اليوم حتكلم عن كاميرا ZFC. الآن هي إيش الفكرة؟ أنا بتكلم عن الكاميرات اللي تنفع أنها تكون كاميرات فلوجينج. الآن موضوع الفلوجينج وموضوع أنك تصور، تكون عندك كاميرا كويسة أنك تصور قناة اليوتيوب اللي عندك أو تصور السوشيال ميديا، أصبح موضوع مهم، خاصة أنه بدأوا يعني المواقع تعطيك جودة أكبر في التصوير. فأصبح الكثير من الأشخاص يعني ينصح إذا كان التصوير بكاميرا جيدة بتطلع نتائج ممتازة. يعني ممكن مثلا تصور بالجو برو وتديك نتائج ممتازة اندور اوت دور، بس المشكلة انه في الداخل بيكون الايزو حقها ضعيف، فالتصوير في الخارج يكون ممتاز. لكن هنا تجي هذه النوعية من الكاميرات اللي هي كاميرات عبارة عن ايش، حجم صغير، عادة بيكون السنسور اللي يسموه سنسور المقطوع الكروب، وحيانا يكون اصغر من كده كمان، ويكون في عدسات متغيرة أو عدسة ثابتة، وفي نفس الوقت بتديك إمكانية مع التعامل مع الآيزو العالي، فالتصوير لما يكون إندور بيكون كويس. فهذه هي من الميزات. الآن أنا بتكلم عن هذه الكاميرا لأني استخدمتها وأعرفها، في حين توجد كاميرات مشابهة لها عند سوني، عند كانون، عند باناسونيك، عند شركات كثير. ونفسها نيكون نزلت اصدار جديد اللي هو Z30، اصغر من ده شوية لانه ما في الفيو فايندر، هنتكلم عن هذا الموضوع بسرعة. ولكن اغلب الكاميرات، يعني هذه من النقاط اللي الواحد يكون في موجودة دائما في تفكيره وفي باله، انه اغلب الكاميرات هذه الصغيرة ما بيكون فيها مانع اهتزاز في نفس البودي، عادة بيكون في العدسة، وبعضهم لا ما بيكون لا في العدسة ولا في البودي، فهذه كمان مشكلة. فساعتها لازم تستخدمه بطريقة يعني انها تكون على ترايبود زي ما هي موجودة الان. فاذا انت بتصور outdoor تمام، فتحتاج دائما الى يكون عندك فيو فايندر حقيقة اللي هو ده، لانه الكاميرات الحديثة وفي كاميرات كثيرة بدونه، اذا صورت تحت اشعة الشمس صورت في النهار، فعشان تتأكد من الفوكس تتأكد من كل شيء لازم تطالع هنا، لانه الشاشة مهما كانت سطوعها ما بتنفعك. طبعا عشان تصور فلوجينج، انك تصور نفسك او تصور اللي هم يسموها بالسيلفي مود تمام، فانت تحتاج الى شاشه بتكون تتحرك في كل الاتجاهات، سواء ليك انت عشان تتفرج او للشخص اللي امامك تمام. فعشان كده انصح دائما انك تاخذ الكاميرا بتكون بالفيو فايندر حتى لو كان حجمها اكبر. وهذا الاف سي يعني ميزتها ان شكلها مميز، يعني ميزاتها انه شكلها مميز، شكلها قديم تمام، واغلب الازارير الخاصه بالتعديل بتكون خارجيه، ما تضطر انك دائما تدخل على المنيو وتصور به. وطبعا تحتاج كرت ذاكره يكون سريع، انه هذه الكاميرات كلها بتصور 4K، واكيد يعني حتصور اقل شيء على 30 فريم في الثانيه او 24، ممكن توصل الى اكثر من كده، فتحتاج الكرت سريع للتسجيل وبرضو عشان تستخرج الداتا على الكمبيوتر. وفي نفس الوقت كل الكاميرات اصبح فيها ميزه انك تقدر تعمل تعديل على الجوال، يعني انا نقلت ملف من هنا على الجوال طبعا برنامج نيكون، وعملت له شير على السوشيال ميديا في ساعتها مع تعديلات بسيطه، فهذا كان امر يعني سريع وجيد. فعشان كده انك تحتاج تكون عندك خلفيه بالكاميرا اللي بتشتريها. هذه الكاميرا مثلا ما فيها مانع اهتزاز داخلي، لكن العدسة فيها، وهذه من العدسات المتغيرة، فكده يعني شوية ضبطت. طبعا كل الشركات في ترايبودات الصغيرة اللي هي يسموها الهاند هيلد، ونسموها التيبل توب، فهذا من أنواع الصغيرة، فهو مصنوع من البلاستيك، في أنواع بتكون أفضل من الألومنيوم مثلا أو من بس كل ما كان خفيف السيت اب كل ما كان أحسن، لأنك حتمسك وترفع بيدك الى فترات. فممكن تحصل على حاجه زي كده بحيث انها تفيدك زي كده على الطاوله تمام. ومثلا نيكون عندهم كمان هذه الميزه اللي هي يكون موجود الريموت، كمان الريموت بيعطيك قدر كبير برضو من المرونه انك من بعيد تلتقط صوره وتشغل الكاميرا تمام. طبعا الصوت مهم جدا في الفيديوهات بشكل عام، مهما كان نوع الكاميرا اللي تستخدمها لازم يكون الصوت ممتاز للغاية. فعشان كده أنا مثلا يكون في الخارج عادة،
وحتى لو يكون موجود في الاستوديو بستخدم مثلا مايك خارجي ما بستعتمد على موجود في الكاميرا، لانه مهما كان كويس لا يقارن بمايك خارجي. فهذا المايك مثلا بشركة رود هو وايرلس، فهذه الميزة الخاصة فيه انه يجي قطعتين، معروف الموديل ده، ويجي معاه اللي هم يسموها الديد كات او القطة الميتة، اللي هي عبارة عن هذا الشعر او الزغب، بحيث انه يعني يحميك من صوت الرياح، لانه صوت الريح جدا سيء، وبتلاحظوه كمان اكثر في الناس اللي صوروا بجوالاتهم. عشان كده انا منصح دائما باستخدام الجوالات للاشياء هذه، خلي عندك كاميرا واستخدم ادوات نظيفه عشان تطلع مظبوطه، بالرغم ان بعض الناس عندهم سيت اب انه يقدر يشبك حتى هذا الوايرس على جواله، يعني هذا ممكن انه يصير. اذا عمل زي كده بيتحسن عنده الصوت طبعا، ولكن مازال انا عندي ملاحظات على الفيديو اللي بيطلع من الجوال. فحاول دائما تستثمر في افضل امكانيه للصوت، انه حيفيدك في المستقبل. وطبعا احيانا في الخارج تحتاج الى هود، تمام، هذه الكاميرا ما فيها، فهذه من شركه اخرى. وتحتاج احيانا كمان الى اندي فلتر، يعني زي انتم شايفين هذا الاندي فلتر، على اساس نكسر من حده الاضاءه الداخله على الكاميرا، وما اضطر اني ارفع في فتحه العدسه، لانه من الجميل انك تصور باكبر حجم من فتحه العدسه، على اساس يكون الخلفيه عندك ما هي واضحه، وكده بيديك تاثير اجمل، وبيخلي المشاهد مركز عليك وما يضيع عينه في المشهد كامل. فعندي صغير زي كده، تمام، بيكون معك. لكن طبعا بعد كده تراعي الوايت بالانس، التوازن اللوني، بحيث انه ممكن يكون هذا، يعني هذا مثلا عامل كاست على اخضر شويه، فبارك انتبه الموضوع ده، وتعاير الكاميرا انها تعالج هذا الموضوع. وطبعا الكاميرات الحديثه كلها الاوتو فوكس هي صار ممتاز في فوكس العين، سواء للبني ادمين او لعزكم الحيوانات للتصوير. والبطاريات كويسه هنا في الكاميرا، في بطاريه، في كاميرات ميرلس اخرى ما شاء الله بطاريه بتضيع في ثواني، هنا لا. وممكن انك تصور هو مشابك على باور بانك، فكويس يكون معك باور بانك كمان، هذه كمان ميزه اضافيه حلوه انه يكون معك. ف وطبعا هي تنتبه كمان كيف انها تكون الكاميرا عندك وذر سيلد، او ما هي بحيث انها تستحمل انك تصور في اي مكان ممطر او يكون في غبار او شيء. ولكن بشكل عام اذا اجواء سيئه من الافضل انك ما تطلع الكاميرا. فزي ما انتم شايفين يعني بيكون السيت اب عاده كده، وكل مكان خفيف كل مكان افضل، على اساس انك تقدر تصور وتستمتع بالتصوير لفترات عديده. فهذه من الاشياء اللي المفروض واحد يراعيها اذا حاب يشتري كاميرا مخصوص لموضوع الفوغينج والكلام ده. ويناقي طبعا الكاميرا العدسه المناسبه اللي يكون فيها مانع اهتزاز، وتكون مثلا الفتحة العدسة فيها واسعة، يعني 2.8 4 3.5، يعني 4 لا تحاولوا تبصروا إذا موجود هذا الموضوع. وإذا هي زوم، يعني هذه زوم كمان، إذا زوم فهذا الموضوع كمان جيد. فهذا كان موضوعي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، وأرحب بالاشتراك في القناة ولايك وأي تعليق كمان، أنا جاهز، وشكرا لكم.